تحياتي. رح أبدأ بمشروع. طبعا الفائدة للجميع رح تكون اللي هي الإضاءة على أعظم شخصيات مرقت ببلدنا سوريا منذ انتهاء الاحتلال الفرنسي وصولا إلى الاحتلال المصيري. ورح أبدأ بسلسلة رؤساء سوريا، ابتداء من محمد علي العابد اللي هو يعني شخصية خلافية فيما تتعلق في أنه كانت سوريا بعد خاضعة للاحتلال الفرنسي، منكم بسموه الانتداب، وصولا إلى آخر رئيس قبل الاحتلال المصيري لسوريا. حقيقة أنا مطلع على جزئيات كثيرة من هؤلاء الرؤساء ومن القامات، ودائما يكون عندي صدمة إيجابية أنه كانت سوريا فيها هذه القامات الرائعة، فيها هذا الحس، فيها هذا الفهم، في هذا الحراك السياسي، الحراك الثوري اللي هو استطاع برؤساء كتير أنه يسقطن بحراك ثوري. فهذا انعكاس لحالة سياسية ووعي كبير شعبي، وأيضا هو انعكاس لهذه القامات اللي هي انصاعت وقبلت أنه توطي رأسها لهذا الشعب وتبدي المصلحة العامة على المصلحة الشخصية، وليس كما فعلوا هؤلاء النصيريين غزاة العصر. طبعا الفيديوهات راح تكون طويلة، ممكن انشر قسم منها صغير على هذه المنصة، ولكن راح يكون الأقسام الكبيرة راح تكون على هي المنصة اللي هي هذه المنصة اللي بدأت فيها من فترة، والآن أصبحت عم بشتغل عليها لأنه راح انشر عليها أفلام أطول. راح يكون في شيء شبيه باستديو راح أبدأ فيه، وحقيقة راح تكون عندكم هذه الصدمة الإيجابية الجميلة جدا اللي هي القامات هي سوريا. نعم هي سوريا. بدأت بأنه أجمع معلومات مثالا عن الرئيس محمد علي العابد، وأنا متأكد لما راح أنشر الفيديو عنه راح تتمنوا يكون عايش وتحضنوه، لأنه في مقاطع من حياته راح تحسوا حالكم أنه دمعتكم نزلت. لكن مع الأسف الدعاية النصيرية كانت تشوه بأي شيء يمدح هذه القامات، كانت مغيبة كل القامات السورية في خدمة لغزاة آتين من أين ومكان قذر في العالم من أجل أنه يحتلوا ويضطهدوا الشعب السوري. إن شاء الله رح أعتمد على الله سبحانه وتعالى ثم على معلوماتي ثم أني أجمع هذه المعلومات، ولكن يوجد شيء مكمل لهذه الفيديوهات اللي هو أنتم من خلال تعليقاتكم ومن خلال المعلومات اللي ممكن أنا تسقط مني سهوا أنه أنتم أيضا ترجعوا تضيفوها. ولكم مني كل التحية والمحبة والسلام.